السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الرابعة لقسم هندسة الحاسوب. اليوم راح نجي على المحاضرة الثالثة لمادة الإمبادد سيستم. خلال هاي المحاضرة احنا راح نقسمها إلى أربع أجزاء. هو شنو الإمبادد سيستم بروسيسر، وشنو الأبليكيشن سبيسيفيك انتجريت سيركت الأسيك، والبي أل دي، والكوميرشال أوفيس Shelf Component ما يسمى COTS. بالمحاضرات السابقة أخذنا نظرة عامة على الـ Embedded System Processor، والـ Embedded System يعتمد على الدومين وعلى Application اللي راح نشتغل ونطبق عليه المعالج اللي نحتاج نخليه. فيا أما هو General، طبعاً General Purpose ما يفيدنا، لازم يكون Specific ويشتغل عندنا Specific Domain. فممكن نستعين بMicroprocessor مثل ما واضح قدامكم، وممكن أيضا نستعين بMicrocontroller، وممكن نستعين بDigital Signal Processor، لأن الثلاث أشياء ممكن نستعين بها. المايكرو بروسيسر ثمانين بالمئة من المعالجات اللي تستخدم بالإمبادد سيستم هي بروسيسر بالكنترول بيس. يعني أساسها هي شنو؟ أساسها هي كنترولر. أنا أريد أسيطر على منظومة محددة. البروسيس ممكن يكون مايكرو بروسيسر، أو ممكن يكون مايكرو كنترولر، وممكن يكون شنو؟ ديجيتال سيجنال بروسيسنج. وأنتوا أخذتوا الدي اس بي بالمرحلة الثالثة. وكنا نعرف أن المايكرو بروسيسر هو عبارة عن سيليكون تشيبس اللي تحتوي على سنترال بروسيسنج يونت، وتعتمد على كومباينيشنال لوجيك سيركت، وياها تحتوي ايضا داخلها الى ميموري وتايمرز وانتربت كنترولر، وهذه تحقق لي كلها لفانكشن محدده. الديفلوبمنت مايكرو بروسيس بدا بالحقيقه من شركه انتل نوفمبر 71، وبعدها نزلوا ال 4004 وال 440 وال 8 وال 8080، وبعدها نزلت شركات منافسه مثل موتورولا. هاي قدامكم اشكال اول مايكرو بروسيسور صنع، يعني هذا تصنع بال 1972، وهذه الموتورولا صنعته ايضا بال 76، وهذه شركه انتل ايضا هذا ال 8085. هذا اللي قدامكم ال 8085 اللي هو الآيسن صنع ب 1976. زين، المايكرو بروسيسور كأرتكتشر يحتوي على شنو؟ على تو ديزاين، البروسيس ديزاين يا اما هارفارد يا اما فان نيومان. فان نيومان احنا اخذناه بالمعماريه بالمرحله الثانيه. الهارفارد اركتكتشر اللي فرق بينه وبين الفان يومان، اذا تلاحظون الفان يومان على اليمين اللي هو يعزل البروجرام ميموري والداتا ميموري، وكل واحد ينطيه باص والسي بي يو يسيطر عليه. اما بالفان يومان ماشين يكون الميموري هو يخزن الداتا والادريس توجذر. اذا النقاط هو اولا الباص والانستركشن بالهارفارد architectures يكون منفصل، عملية البايبلاين تكون سهلة وممكن نسوي high performance، والتكلفة مالتها تكون أغلى من فان نيومان، وبما أنه إحنا عازلين الداتا ميموري والبروجرام ميموري يعني physically، فبهالحالة من الصعب أن يصير عندي مشاكل بالنقل والخزن. الفان نيومان هو يستخدم باص واحد لنقل الانستركشن والداتا.
اكيد البرفورمانس راح يصير اقل اذا قارناه ويا الهارفرد، لان هذا ينقل بتو باص وهذا بباص واحد، واكيد راح يكون ارخص، واحتماليه انه يصير مشاكل بالبروجرام ميموري اكبر من الهارفرد. هذه النقاط الاساسيه بالمقارنه بين الهارفرد والفان اركتكتشرز، وخليت لكم صوره اكبر حتى ممكن تشوفوها بشكل واضح انه هذه الميموري تحتوي على داتا وكود، لكن هنا تو سيبريت ميموري، هذه نحتوي نخلي عليها البروجرام ميموري وهذه نسميها الداتا ميموري، وكل واحد الى باص، هذا داتا باص وهذا انستراكشن باص، انما هنا هو عباره عن باص واحد وهذه الانبوت اوتبوت ديفايس هي الثاب. زين، المايكرو بروسيسور ايضا يصنع الانستركشن مالته على اساس تقنيتين، تقنيه السيسك والرسك، والرسك هو ريديوس انستركشن سيت كومبيوتنج، وهو يحتوي على ريديوس انستركشن، فبالتالي نمبر اوف انستركشن از ليس، اقل، وممكن يحقق لي هنا انستركشن بايب لاين وشنو، ويزيد السرعه بالاكسكيوشن سبيد. هنا عندي التعامد الانستركشن ممكن يصير بالتعاون مع اكثر من ريجسترز، واللي يسوي لي ادريسنج مود لكل ريجستر، فكل اكثر من انستركشن انا اقدر استخدمها. الاوبريشن ممكن تستخدم ريجسترات مختلفه بالميموري في عملية اللود وعملية الستور. بما أنه بدنا نشوف أنه نحتاج instruction إلى register ونحتاج operation إلى register، فشنو راح نحتاج؟ راح نحتاج large number of registers، والبروجرام يحتاج وقت أكثر، لأن هو شنو؟ لأن هو reduce instruction، يعني هو simple instruction. زين؟ fixed length instruction مالتي ثابت الحجم مالتها، ويكون less silicon، وهذا دائما نستخدمه بين هنا الانستركشن ثابته والاوبريشن ثابت، هذا يستخدمه ذا والهارفرد اركتكتشرز. زين، النوع الثاني اللي هو السيسك اللي هو كومبلكس انستركشن، من اسمه كومبلكس يعني الانستركشن حجمه كبير ويحتوي على اكثر من انستركشن. الانستركشن بايب لاين غير ممكن، لانه انا الانستركشن هي مو ثابته حتى انا اسوي فيش ديكودينج اكسكيوت. ماكو اورثوجونالز انستركشن مثل الريسك. الاوبريشن بيرفورم ريجستر اور ميموري ديبند اون انستركشن، يعني اكو مزج بهاي العمليه. هذا دائما يستخدم ويا نمبر اوف جنرال ريجستر، يعني الريجستر ما تكون محدده للاوبريشن او الانستركشن. هنا الانستركشن تكون مشابهه للمايكرو او مشابهه للسي لانجويج، وهذه تحقق لي انه اكثر من انستركشن انه انا اقدر انفذ بالوقت الواحد. اللينث مال انستركشن هنا فيربلز يعني مختلف، احتاج هنا بما انه نحتاج انستركشن كبيره، بالتالي الباص يعني الواير والهاردوير راح يكون اكثر، السيليكون ايضا راح يصير حجمه اكبر. هنا هذه التقنيه ممكن انه تتنفذ ويا شنو؟ ويا الهارفارد ويا شنو؟ ويا السيليكون. الهاردوير والبروسيسورات اللي موجوده بالسيسك والريسك هنا وضحنا بهذا الدايجرام.